بسم الله، اهلا بيكم يا شباب. النهارده هبدا اكلمكم عن صندوق التروس العادي وصيانه صندوق التروس العادي. طبعا الكتاب ده سلسله وحدات تدريبيه من الجمهوريه اليمنيه قطاع المناهج والتعليم. كتاب بسيط جدا وسهل جدا. عايزين نبدا نشتغل على الجزئيه الخاصه بالتروس وصندوق التروس. طبعا هنا انا ببدا أعرف الناس يعني إيه ترس أو يعني إيه تروس. زي ما إحنا شايفين كده في الشكل، الترس ده عبارة عن قرص، يبقى التروس أو الجيرز عبارة عن الترس نفسه عبارة عن قرص من الحديد الزهر. يبقى أنا في عندي قرص من الحديد الزهر، طبعا ده بيتعمل له باستخدام آلة التفريز، بيعمل له تفريز بحيث يظهر السنان بتاعت هذا الترس. يبقى الترس عبارة عن قرص من الحديد الزهر مفرز، تمام، معمول لعملية تفريز. طب ايه هي انواع التروس؟ في عندي تلات انواع زي ما انا شايف كده. النوع الاولاني ده عبارة عن تروس ذات اسنان مستقيمة، او بيسموها تروس ذات اسنان عدلة. يبقى ده ترس السن بتاعه مستقيم او ترس سن عدل، تمام. بعد كده تروس ذات اسنان مائلة اللي هو ب، ده ترس ذات اسنان مائلة، السن نفسه هنا مائل. في عندي ترس ذات سن حلزوني او تروس ذات اسنان حلزونية زي النوع الثالث اللي هو قدامي ده. يبقى انا عندي ثلاث انواع من التروس. طيب انا التروس دي بستخدمها في ايه، او ايه هي وظيفة التروس؟ طبعا تستخدم التروس في نقل الحركة الدورانية. يبقى لو أي حد سألك تستخدم التروس في نقل الحركة الدورانية. خلي بالك أنا بنقل حركة دورانية بين عمودين، تمام. طيب البعدين دول بيبقى بين المحاور، يعني أنا عندي محور الترس الأولاني ومحور الترس الثاني. طب بنقل إزاي؟ بيبقى اتجاه الحركة للترسين دول متعاكسين. يعني لو ده مثلا لف كده أهو، ده يعتبر عكس عقارب الساعة. التاني ده هيلف كده اهو، يبقى انا عايز الف، هلف كده مع عقارب الساعة. يبقى انا هنا هلف كده اهو مع عقارب الساعة. يبقى ده واحد هيلف مع عقارب الساعة، التاني هيلف عكس عقارب الساعة. يبقى الحركتين بتوعي حركتين متعاكستين. يبقى استخدام التروس بستخدمها في نقل مين؟ الحركة الدورانية. بستخدمها في نقل الحركة الدورانية. طيب تعالى بعد ما انا عرفت يعني ايه تروس او يعني ايه ترس، وبعد كده شفت ايه استخدامات التروس، تعال نشوف ان انا بحط مجموعة من التروس داخل صندوق بسميه الجيرز بوكس او صندوق التروس. صندوق التروس لو شفنا اي سيارة كده هتلاقي ادي العجلتين اللي في الامام، وفي هنا محور الحركة الامامي، والعجلتين اللي ورا، وفي محور الحركة الخلفي، تمام، ومربوط بيهم محور نقل الحركة اللي هو ده الازرق ده. وهتلاقي هنا المحرك اللي هو الموتور الخاص بالسيارة، وهنا بقى صندوق التروس. فصندوق التروس دايما بيتحط، تمام، مع المحرك، يعتبر صندوق التروس المرحلة الثانية مع نظام نقل الحركة، تمام، وبيركب مع المحرك. طب أنا بحط صندوق التروس ليه؟ يبقى مهمة صندوق التروس إن هو بيركب مع الموتور أو مع المحرك، تمام، ومع المحور الخلفي، ان انا بحقق اكبر استفادة من قدرة المحرك. يبقى لو انا عايز بالبلدي كده افهم ليه احنا بنستخدم صندوق التروس في السيارات بتاعتنا، بستخدمها عشان احقق اكبر استفادة من قدرة المحرك اللي عندي، وبعمل تجميع للسرعات اللي انا ممكن اوصل ليها بهذه الماكينة او السيارة، عشان اوصل لان انا امشي او احقق الوصول بتاعي للسير باقل استهلاك من الوقود. زي ما احنا هنشوف كده، ادي عندي رسمة بسيطة بتوضح لي هنا سرعة المركبة، تمام، او الفيلوسيتي، السرعة بالكيلومتر بير اور. يبقى هنا في 20 كيلومتر في الساعة، 40، 60، لحد 160 كيلومتر بير اور. طيب وهنا في عندي الان، تمام، اللي هي وحدة قياس القوة، او الان اللي هي النيوتن، فدي قوة الجر عند العجلات المدارة. يبقى انا المحور ده عبارة عن السرعة، والمحور الثاني الرأسي اللي هو قوة الجر. لو احنا بصينا كويس كده في الكيرف او في الشكل ده، هتلاحظ هنا في عندي السرعات. دايما انا ببدأ اهو
السرعة الأولانية، تمام، السرعة الأولى والسرعة الثانية والسرعة الثالثة والسرعة الرابعة بتاعتي. طبعا هنا أنا بشوف لما باجي أوصل للسرعة الرابعة بتبقى قوة الجر هنا يا شباب، تمام، 1000، وبمشي سرعات كبيرة، تمام. لما أنا بكون في السرعة الأولى بتبقى قوة الجر، تمام، ممكن توصل ل 5000 أو 6000 نيوتن، وبمشي بسرعة صغيرة. يبقى خلي بالك عندي السرعة الأولى، تمام، 1000 هنا مثلا، أو 5000 أو 6000، تمام، أو 7000 أو 8000. يبقى أنت هنا بتشوف علاقة القوة الخاصة بالجر والسرعة. طبعا ده بيقول لي والله ده منحنى قطع زائد هنا بيكون بقوة الجر. القدرة المستخدمة هنا كانت الباور ماكسيمم 63 كيلو وات، سرعة دوران المحرك، تمام، 6000 ار بي ام، اللي هي سرعة دوران المحرك. يبقى هنا في دايما هنشوف في موضوع السرعات ونقل السرعات والسرعات المختلفة للسيارة علاقة بين السرعة على المحور الأفقي وهنا قوة الجر عند العجلات المدارة. كده احنا خدنا فكرة عن ايه هي لازمة او وظيفة، تمام، التروس وصندوق التروس اللي راكب مع المحرك. طيب وظيفة صندوق التروس بيعمل ايه؟ هو بيعمل على تهيئة واختيار السرعات المناسبة. يبقى انت عندك السرعة الاولى الثانية الثالثة الرابعة وهكذا، الصندوق ده هو اللي بيعمل عملية اختيار وتهيئة لهذه السرعات. يبقى الجير بوكس من الاخر او صندوق التروس انا بحطه معايا في الدايرة على اساس ان انا استفيد من اكبر سرعة باقل كمية وقود من السيارة. وهنا قلنا اهو بختاره عشان اعمل تهيئة واختيار للسرعات المناسبة للسيارة او لحركة السيارة في الظروف المختلفة اثناء السير. همشي على السرعة الاولى الثانية الثالثة الرابعة زي ما قلنا، دي السرعات المانيوال او اليدوية. طيب مكونات صندوق التروس، ودي حتة مهمة جدا لازم نركز فيها، ايه هي مكونات صندوق التروس، البارتس اوف الجير بوكس. طبعا صندوق التروس بيتكون من صندوق تغيير السرعات او صندوق التروس نفسه اللي هو الجزئية دي، صندوق سرعات او صندوق تغيير التروس. طيب التروس دي موجودة، هبدأ اتحكم فيها ازاي؟ ففي عندي حاجة بنسميها آلية التحكم او الكنترول بتاع هذه التروس هيتم ازاي. طبعا آلية التحكم في عندي نوعين لآلية التحكم، في حاجة اسمها آلية التحكم المنفصلة زي ما احنا شايفين كده. في آلية التحكم المنفصلة بيحصل ان في عندي العصا الخاصة بالتعشيق، وفي هنا بيبقى أزرع توصيل وأدوات لحد ما أوصل لصندوق التروس. يبقى المنفصلة عبارة عن مجموعة من الأزرع والروافع المتصلة فيما بينها بتنقل الحركة، تمام، اللي هو التعشيق الى داخل صندوق التروس، هي بعيدة عنه، فدي بيسموها آلية التحكم المنفصلة. النوع الثاني آلية التحكم المتصلة بصندوق التروس، وده اللي احنا شايفينه ده منتشر كتير جدا، تمام، ده شائع في السيارات العادية بتاعتنا، تمام، بحيث يبقى آلية التحكم متصلة بصندوق التروس او فوق صندوق التروس مباشرة، وبالتالي اقدر اغير او اختار عملية السرعة المناسبة ليا بالتعشيق مع الترس المناسب. فهنا بيتكون من زي ما احنا شايفين، ادي الجزء اللي هو بيستخدم فيه عملية التعشيق، في هنا اللي هي القضبان الخاصة بانتقاء السرعة، يعني ادي الجزء اللي انت ايه بتمسكه كده وبتختار السرعة، هنا في قضبان، تمام، بتختار لي السرعة، قضبان انتقاء السرعة المناسبة. طبعا عشان انا باخد القضبان دي بعديها بروح اشوف في الهلالات او الهلالات لاختيار السرعة اللي هو الجزء المرتبط مع القضيب عشان اختار سرعة او ترس معين. وفي عندي بعد كده العمود، طبعا رقم 3 ده اللي هو العمود الرئيسي اللي هو الاكس الرئيسي بتاعي، وفي العمود الثانوي رقم 6، وفي بعد كده التروس نفسها رقم 1، تمام، اللي هو مسنن التروس الخلفي اللي هو الجزئية اللي احنا ايه بنظللها دي، وفي عندي مسنن السرعة الأولى زي رقم 2. فبالتالي دي بيسموها آلية التحكم المتصلة، تمام، بصندوق التروس. زي ما شفنا في آلية تحكم متصلة بصندوق التروس، وفي آلية تحكم منفصلة عن صندوق التروس. وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات تانية خاصة
بالسيارات والجير بوكس، وإن شاء الله نتقابل في الفيديوهات اللي جاية، والسلام عليكم.